وصلت إلى قناعة، الدين محترم كشأن شخصي. الدين، الإنسان اللي يؤمن بدين هذا شأنه الشخصي، متدين شأنه الشخصي، مسلم غير متدين شأنه الشخصي، مسيحي، يزيدي، بهائي، إلى غير ذلك، ملحد، لا أدري، هذا شأنه الشخصي. لا يقحم، لا تقحم هذه العقائد كلها، مو فقط الدين، كل هذه العقائد، حتى الملحد، حتى اللا أدري، حتى المؤمن اللاديني لا يقحم عقيدته في الشأن السياسي. هو كمواطن، كإنسان، له أن يختار عقيدته كما يشاء، لكن هذه ما لها علاقة بالسياسة. السياسة بناء وطن، السياسة اقتصاد، السياسة تربية وتعليم، السياسة خدمات عامة، السياسة تطوير خدمات الصحية، السياسة ما علاقة كل ذلك بأن أكون شيعيا أو سنيا، ما علاقة ذلك بأن أكون متدين أو غير متدين. أنا كنت دائما على الفضائيات أقول: أنت أيها المواطن إذا أردت أن تذهب إلى طبيب خبير، هل تبحث عنه أنه مسلم أو مسيحي؟ هل تبحث عنه أنه شيعي أو سني؟ هل تبحث عنه أنه يصلي أو ربما يشرب الخمر؟ أن تسأل عن مهارته كم سينفعك عندما تذهب إليه. وهكذا هي السياسة، تريد تبني وطن، تريد تعالج مشكلة الفقر. أنا عندما أريد أن أعالج مشكلة الفقر، هل أرجع إلى كتب الفقه حتى أرى كيف أعالجها؟ إلى فقه جعفر بن محمد الصادق أو فقه أبي حنيفة مثلا، أو إلى المراجع أرى ما يسمونه بالرسالة العملية، كيف والله المرجع يقول معالجة الفقر؟ لا يا عزيزي، هناك عقل وهبنا الله إياه، وهناك تجارب بشرية موجودة، تجارب إنسانية يجب أن نستفيد منها، من الذين نهضوا ببلدانهم وقضوا على ظاهرة الفقر وظهروا على الفساد المالي والإداري.